خلونا ننهي مع الغضب. البعض يعتقد أنه إذا نفس عن غضبه تجاه الآخرين قد يرتاح أو يخفف من حدته، لكن الأمر ليس دقيقا. بحث جديد يقول أن رد الفعل هذا قد يشعر الغاضب بتحسين طفيف، لكنه لن يقلل من الغضب بشكل عام. الدراسة تقترح أنشطة قد تخفف الغضب مثل التنفس العميق، التأمل، اليوغا، شرب الماء، ممارسة الرياضة. وأن كيف تتعامل مع غضبك يا ليت؟ أنا الغضب دائما قبل الهوى. أنا بقول بصراحة وعلى الهوى. يا ليت أنت دائما منرفز على الهوى قبل الهوى. هدي أعصابك، الحياة حلوة. استمتع فقط، الحلم عند الغضب.